طيب أنا وردني سؤال فيما يسمى بالوثيقة. كتب واحد من الناس وأخذ يطلب بها إلى المرشحين، وفيها أنك الرشح لك وتلتزم بأن كذا وكذا وكذا. أولا ما اطلعت على الوثيقة، لا يمكن يكون هي إيش بالجملة جيدة أنك تلتزم تصوت مع القضاء الإسلامية وضد المنكرات وضد، وأن لا تدخل الانتخابات كما تعلمون مطلقا، لا صوت لفلان ولا لا صوت لفلان ولا مع أحد ولا ضد أحد. لكن الآن نتكلم عن الوثيقة، هل من المشروع أن واحد يكتب وثيقة ويأتي يوقع الناس سواء مرشحين أو غير مرشحين؟ هذا ليس بمشروع، ولو جاء فيها من الكلام الجيد أو البنود الجيدة لا يشرع أنك تكتب وثيقة وتأتي وتلزم الناس وتوقعهم أن يلتزموا بها. بصفتك ماذا أنت؟ الكتاب والسنة هو الوثيقة. يعني لو أن شخصا ما كتب وثيقته، ها؟ أن تصلوا إحنا أهل الحارة، إحنا أهل المنطقة، نكتب وثيقة عليكم اللي يحب يسكن منطقتنا يصلي صلاة خمس المسجد. ها؟ كتبناه تعال لف عليهم طرق الباب توقع أنك تصلي صلاة خمس. ما الذي أوجب على صلاة خمس؟ الله عز وجل. ما في شيء اسمه وثائق تعال وقع الناس. فهذا المرشح كما يقال اللي تكسبوه العفو، إذا كان الوثيقة توقع عليه يجيب لي أصوات تعرف وقع وصوره وقع، وأكثرهم في نفسه لن يلتزم، فهؤلاء يحملون الناس ما لم يأمرهم الله برسوله. طيب لو أن قلنا هذه الوثيقة وبنودها جيدة، أنت طلعت وثيقة، غدا يطلع هذا بعد وثيقة والثالث والرابع والخامس، لو طلعنا 20 وثيقة تعال وقع على 20 وثيقة، من فتح هذا الباب؟ من أذن لكم؟ بصفتك من أنت حتى تكتب وثائق وتوقع عليها الناس؟ هذه أعمال ما أنزل الله بها السلطان، هذه من البدع والنكثات. حتى بعض الناس يقول أن أنصحكم اللي وقع الوثيقة صوت له. طيب اللي ما وقع؟ طيب اللي غير مقتنع بالتوقيع؟ طيب الذي يرى أن هذا التوقيع أصلا ما أنزل الله بها السلطان؟ طيب هذا الذي كتب وثيقة بصفتي ماذا حتى يوقع الناس على وثائق؟ كم مرة قلنا وذكرنا وأصلنا أن البدعة يا شيخوات تحمل جانبا حسنا وجانبا سيئا. المعصية واضحة، فاحشة، السرقة، الظلم واضح، لكن البدعة ظاهرها أنها والله قربة إلى الله، عمل جيد، طاعة، ذكر، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باطنها سيء وهو أنه غير مشروع يتقربون الله عز وجل بما لم يأذن به الله. فلم يأذن الله عز وجل لأحد لا صفة له شرعية أن يكتب وثائق بقلم الخاص ويذهب ويش يوقع الناس عليها ويلزمهم بها. الذي البنود اللي فيها ألزمنا الله بها ورسوله، خلاص إذن هي إيش؟ بأمر من؟ بأمر الله ورسوله، ليس بأمرك حتى تسطرها وتعال وقع عليها. ما دام المسلم قال رضيت بالله ربا وبإسلامي دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا وثيقته، هذا الوثيقة اللي وقع عليها، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يلزمه ما ألزم الله ما ألزم من الله رسوله، ويجب عليه وجوبا أن يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله. أن تعال وقع وكذا طلع وثيقة أمور ما أنزل الله عنه. الواجب أن نحذر، أن نحذر منه وأن نحذر منه، ولا نستحسن شيئا ما انزل الله من سلطان لمجرد استحسان. نشوف بعض الاخوه حتى بعض طلبه العلم بعض المشايخ هو طلعت على الوثيقه وجدتها جيده وانا انصح بكم اللي وقع عليها ان تصوتوا له. ايش من كتب الوثيقه وباي صفه انه كتب الوثيقه ولماذا يؤخذ التسكيل بهذه الطريقه؟ طيب واحد ما وقع ايش الموقف منه؟ طيب واحد انت تشغل ذمته تخليه يوقع تاخذ عليه بالوثيقة عهد وميثاقه ولم يلتزم وتحمل اسم فوق الاسم، هذا كله غلط. لكن كله ايش؟ بالنتائج هبات، هبات هذه افسدت، قطعت الارحام، كسرت الغيبة، قلت الامانة، ضعف الدين، الواحد يلهث، اترد الناس،
ويتقرب إليهم ويدفع الرشاوي وأشياء عجيبة غريبة تجهل الشيخ نفسه إلا من رحم الله، إن كان في أحد قد يكون الله جل وعلا رحم بعضهم يذل نفسه على آخر درجة، يتردى الناس يتمسح فيهم، يحب روسهم، يحب أيديهم، وتكفون وطلبتهم ولا تخلوني، يا محزني يا مدري يا قال شنو هذا، ليش الدنيا هذه كلها إلا من أجل الإصلاح؟ الله بعض يقول ضرورة ضرورة ضرورة، مثل واحد يكشف عورة للعلاج مضطر مسكين، مش ضرورة ذابح نفسك حتى إذا نجح من انتخابات فاز يسمونه فوز، ها فاز فرحة كأنه بشرى بالجنة، هذه ضرورة، هذا شكل مضطر. إنا لله وإنا راجعون، صلى الله العافية. على كل حال أنا الآن لست بصدد نقد الانتخابات والديمقراطية وما أنزل الله بهم سلطان، هذه معروف أتكلم بها كثير، أتكلم قبلي من هو خير مني فيها، ولكن موضوع الوثيقة هذه تعال وقع الناس هذا أمر ترى ما أنزل الله بسلطان، واللي يقول لك أنزل الله بهم سلطان فليأتي بالدليل على أن هذا الأمر مشروع، فإن عجز عن الدليل فقل اتق الله والزحام، لا تكلف الناس بما لم يأمر به الله ولا رسوله، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.